أهلا بكم لموجز لأهم الأنباء. قالت صحيفة ذا سان البريطانية أن الرئيس الروسي يسعى لتحويل ليبيا إلى سوريا أخرى عبر إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها ميليشيات حفتر. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي المخابرات حذروا رئيسة الوزراء البريطانية تيريسا ماي عن وجود قواعد عسكرية روسية نشطة في كل من بنغازي وطبرق تحت غطاء شركة فانجر العسكرية الخاصة، إضافة لعشرات ضباط المخابرات تحت غطاء مدربين عسكريين. كما أضافت الصحيفة أن هدف روسيا هو تضييق الخناق على الغرب في ليبيا عبر السيطرة على منافذ الهجرة غير النظامية ونشر منظومة صواريخ الدفاع الجوي S-300 وأخرى مضادة للسفن. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن سياسة الغرب قصيرة النظر حولت ليبيا إلى معقل للإرهاب حسب تعبيره. صحيفة الحياة اللندنية ذكرت أن بوغدانوف وخلال كلمة له في المنتدى الدولي لحوار الحضارات بموسكو قال إن الجماعات الإرهابية الموجودة في القارة الإفريقية خطيرة بشكل خاص، والكثير منها تتخذ مواقف الإسلام الراديكالي على حد وصفه، مشيرا إلى أنه نظرا لسياسات الدول الغربية قصيرة النظر أصبحت ليبيا معقلا للإرهاب، ويتأزم الوضع بسبب عودة المقاتلين الذين قاتلوا في العراق وسوريا وأفغانستان إلى إفريقيا. أكدت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية ضرورة أن يكون لوزارة الحكم المحلي أولوية قصوى في برنامج المجلس الرئاسي الإصلاحي. الرابطة وفي بيان لها نشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أكدت على ضرورة ألا تخضع وزارة الحكم المحلي المحاصصة مشترطة أن يكون الوزير القادم من أهل الاختصاص مما سبق لهم العمل في البلديات سواء كانوا أعضاء أو عمداء حسب البيان. هذا وأبدت الرابطة في بيانها استعدادها لتقديم المشورة في اختيار وزير الحكم المحلي القادم. أعلن السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر عن مشروع جديد يهدف لإزالة الألغام مخلفات الحروب في بنغازي. وأضاف السفير البريطاني في كلمة مصورة أن قيمة المشاريع حددت بمليون وخمسمائة جنيه استرليني، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار العمل على إعادة البنية التحتية وحياة الناس لطبيعتها لما تمثل هذه المخلفات من أضرار على العائلات بحسب تعبيره. ختام الموجز، إلى اللقاء.